سلام، على اساس ان هما مش مستخبيين في حته دلوقتي. هو انت بتزهقني ليه وبترد كتير ليه؟ هو قال ان عنده مشاكل في الحته اللي مستخبيين فيها، وصلنا للحل ده. اسكتي بقى شويه. هو برينجا في يا ابراهيم؟ انا غلطت غلطه كبيره قوي، ما ينفعش ما اصلحهاش بسرعه. هسيب هتسيبه يمشي ولا ايه؟ ده هيروح فين يعني؟ انا هجيبه تاني. طب يا بيه، انا هروح اروح البيت نوره مع سميحة والعيال في المكان اللي انا مخبيهم فيه، وهجي لك يا بيه. ما تجيش، روح انت يلا. لا يا بيه مش هسيبك، هوديهم وهجي لك يا سليم بيه، هوديهم وهجي لك. امن نفسك يا بيه، لا يضرب عليك نار تاني. هوديها وهجي لك يا بيه. وما كملتش في اتفاقك ليه مع زينات يا ابراهيم؟ الخيانة مش سهلة قوي عليا كده يا سليم بيه، وبعدين انت بالنسبة لي ربنا العالم اللي في قلبي. يعني زي اخويا بالظبط، وانا مساعده منك زي ما انت بتقول. احنا بين اخوات، ونوره بقت زي اختي. خلينا نفكر بقى ونشوف هنعمل ايه كده نطلع من عند زناتي من غير ما تتأذي، وبالمره نكسب من اللي عمله زناتي فينا. هتعمل ايه بقى دلوقتي يا زناتي؟ معرفش يا صفاء، معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ ما قلت لك من الاول سيبك من اللي في دماغك ده خالص يا زناتي، برضه ما سمعتش كلامي. بقول لك ايه، انا مش ناقص تقطيع مع المسا، كنت عايزين اسيبه يعني. ما انت كده كده سيبته يا زناتي. لا يا صفاء، انا كان عندي حق، سليم مش هيرجع غير لما رقبه واحد فينا تطير. يا رقبتي يا رقبته. انت عايز تسخنه عليك اكتر ما هو سخنان يا زناتي؟ المره دي ما ظبطتش، هتظبط المره الجايه. هو لسه في مره جايه؟ لازم يا صفاء، بس المرة الجاية مش هبقى لوحدي. يعني ايه؟ يا متر، انا لازم اشوفكم. لا دلوقتي. سلام. لا، انا ماليش في الحكاية دي نهائي. يعني ايه يا حاج الكلام ده؟ يعني اللي سمعته انا. جرى يا متر، ما تفهم الحاج ان احنا مربوطين سوا للاخر. ما تستهدوا بالله يا جماعه، خلونا نعرف نفكر. نفكر في ايه؟ هي عاد فيها التفكير؟ انا خلاص شبعت مصايب من ورا البني ادم ده. المصايب دي اولها عندك انت وابنك يا عم الحاج. ليه يا اخويا؟ كنت انا وابني اللي قلنا لك روح اكل سليم الانصاري. وانا عملت كده ليه؟ ما انا عايز اقطع عرق واسيح دم عشان نخلص. ولا انا غلطان يا متر؟ ايوه غلطان. غلطان لانك بتفكر من دماغك من غير ما ترجع لاي حد. انت فاهم نفسك اللي بتفهم لوحدك ولا ايه يالا؟ المهم خلاص، اللي حصل حصل. كلام في الفايت نقصان عقل، خلينا نفكر في اللي جاي. جاي ولسه في جاي؟ ايوه في جاي، واللي جاي يخصنا كلنا. سليم الانصاري دلوقتي طار وبقى طارين، واحنا مش عارفين بيفكر ازاي. الله يخرب بيتك على بيت اليوم اللي شفتك فيه. والحل يا ناشا هنعمل ايه؟ الحل ان الافندي ده لازم ياخد اجازه. انت تروح بكره تقدم على اجازه، وانا هشوف لك مكان تتوى فيه لغايه ما تعدي الليله دي على خير. بس على الله بقى حكايه البت اللي اتخطفت دي ما تظهرش وتتقلب على دماغك. ما تقلقش يا متر، انا عامل حسابي. محدش شافني غير البت نفسها، وحتى مكالمات التليفون كنت بعملها من تليفونها، يعني كلامها قدام كلامي. يا سلام. طب والتاجر اللي انت اتفقت معاه يا بورم؟ حسن الطبع ما يقدرش يفتح بقه، لانه عارف قبل ما يفكر يعورني هعوره. وبعدين يا حاج ما تقلقش، انا زناتي. الله العظيم، ثلاثة ما ودانا في داهية غير البرمجة بتاعتك دي. مفيش داهية ولا حاجة. المهم يا جماعة، لازم نحرص الفترة الجاية كويس قوي. وبعدين يا ريت محدش يجيب خبر لحماد بيه، عشان ما احناش عارفين ردة فعله ايه. آه تمين بيه، بس عادتك عارف ناجي العوضي ده بتاع كلام كتير، عامل فيها أحمد عراب. تمام سعادتك، ما انا عملت بكل نصايحك وبعدت عن موضوع سليم الانصاري ده خالص. لا بس انا مش عايزك تقلق من موضوع ناجي دوت، اصل ده ما وروش غير الكلام الكتير. بس ما تقلقش، هو مش ماسك علينا اي حاجه. تمام سعادتك، في امان الله، مع السلامه. يا لطفي، في جديد؟
لا اصل في واحد في المجلس عندنا عمال ينخور وراك. المهم طمني لو في اي حاجه ده في موضوع سليم الانصاري ده. ماشي؟ يلا سلام سلام. جدع حود عفرم عليك. يعني هم دلوقتي اتقابلوا بعدين كل واحد نزل لوحده. طب تمام. خلي عينك بقى على زناتي واوعى يغيب منك. بس من بعيد. ما تخليش ياخد باله ها؟ ماشي يلا اتكل على الله لو في حاجه كلمني. يلا سلام. والله هفارب عليهم. لكنهم كانوا معانا وسمعوا اللي انت قلته لهم وبينفذوه بالظبط. الحمد لله كل حاجه ماشيه كويس. وانت ناوي على ايه دلوقتي بقى يا سليم بيه؟ بكره. بكره نضرب ضربتنا. يا شيخ عزام الامور كده طولت والخواجه هيزهق. بقول لك يا اسحاق انت مش سمعت الشيخ عطيه بودانك وهو بيقول الموضوع هيخلص بكره. بس يا مولانا ما فيش بس ما تجهدش دماغك في التفكير. الموضوع هيخلص بكره وبعد بكره باذن الله هنبدا الحفر. لا حول ولا قوه الا بالله. بكره يا شادي والله العظيم هخلص لك الحوار ده. يا ابني عيب عليك انا الموضوع ده يهمني اكتر منك. طب انت فين طيب؟ طب ما تجيلي على البيت. لا طبعا يعني هطمن عليك ازاي يا شادي؟ يعني انت بتكذب على فكره. وبعدين تعالى هنا، انت ايه اللي خلاك تاخد المطوه بتاعتي من هنا؟ كنت فاكرني مش هعرف؟ طب يا شادي شويه كده واكلمك. يخرب بيت امك، انت ايه اللي جابك؟ اعمل لك ايه يعني؟ وحشتني. عاوزه ايه انجي؟ ايه اللي جابك؟ الله، ما قلت لك وحشتني. انت سامعك راحت من ضرب ولا ايه؟ لا وحشت امك انت اللي دماغك راحت من الضرب. واعملي حسابك ان انا مش هجيب لك مخدرات تاني. ليه؟ خايف عليا؟ لا خايف على نفسي. قسما بالله انا ما ندمان على حاجه في حياتي قد ما عرفتك. ممكن افهم ايه اللي انت عملتيه مع شادي ده؟ اعمل له ايه يعني؟ ما هو اللي دخل عليا وانا مصطبحه. وانا بصراحه ما كنتش فايقه للهري ده خالص. في واحده ست تقول لجوزها كده يا فجره؟ عايزه اخلص. انا بصراحه زهقت وما بقتش اقدر اشوف ولا اسمع حد غيرك. برايه يا انجي؟ انت فاكراني كاميروني ولا ايه؟ انت بتضربي ايه بقى لك كام يوم هبب عليكي كده مخليكي خاربه الدنيا؟ هو انا لازم اكون ضاربه عشان احبك؟ أنا مش فاهمة أنت قفش كده ليه؟ أنا كنت فاكراك هتتبسط. وأنا إيه اللي يبسطني في البومبة اللي فرقعتيها في وشنا دي؟ هتطلق. مفيش حد هيبقى ليه حاجة عندنا، لا شادي ولا غيره. نعم يا أختي. وبدل بقى جو الحرامية اللي إحنا عايشين فيه بقالنا سنة وشوية ده. لا أنا ما يخصنيش أنا الكلام ده. أمال إيه اللي يخصك بقى إن شاء الله؟ اللي يخصني صاحبي اللي أنت كسرتي قلبه. الواد دي حول الله مخه شت منه من ساعة ما عرف بعملتك السودة. عملتي أنا اللي سودة؟ وأنت عملتك إيه بقى بينك؟ بقول لك إيه يا إنجي؟ أنت من أول يوم دخلتي في البيت ده أنا مرسيكي. شادي اهم واحد عندي في الدنيا، مستحيل اخسره تحت اي ظرف من الظروف. انت عبيط يا ابني، شادي ايه اللي انت بتحبه وانت مصاحب مراته بقالك سنه وشويه؟ والله بقى بني ادم وكلنا بنغلط. بعدين انت اللي اغرتيني وانا ضعيف من المنطقه دي هي. انا ما ضربتكيش على ايدك. ولا انا ضربتك على ايدك، وشادي بتاعك ده عارف ان انا مش طايقاه فاضل مكمل، يبقى يستاهل بقى اللي يحصل له. عارفه يا انجي ايه الفرق اللي بيني وبينك؟ لا مش عارفه. انا متاكد انك مش هتفهمي بس هقول لك. الفرق اللي بيني وبينك ان شادي بالنسبه لي بجد شخص مهم في حياتي واحبه، لكن انت عمرك ما حبيتيه. ده على اساس ايه بقى؟ انك حبيت مراته كده فوق البيعه يعني ولا ايه؟ انا قلت لك مش هتفهمي. وبعدين الحب وبقت ايه؟ انا عمري ما قلت لك اني بحبه. انا لا بحبك ولا ينفع احبك ولا احب غيرك، انا طايق نفسي بالعافيه. شويه الحب اللي قد كده في حياتي متقسمين ما بين امي وما بين شادي. صدقي بقى ما تصدقيش ولا اكلك قطر عشان قرفت. وكويس قوي ان انت جيتي دلوقتي عشان اقول لك الكلمتين في وشك. اللي بينا خلص يا انجي. هتحاولي تتصلي بيها ولا تهوبي ناحيه البيت، خلصت. قريب بقى تسافري ولا تهجري ولا تغوري في داهيه. كده؟ ماشي يا تامر. بس خليك فاكر ان انجي ما تعملش معايا كده. وان عادي جدا ممكن اطربقها كلها فوق دماغكم.
ايوه يا باشا. الله، هو كان كلام عيال ولا ايه يا باشا؟ لا يا باشا، مش حسن طبع اللي اتكلت على فاه ويسكت. حصل ايه؟ حصل ان البنت لسه ما رجعتش، مرات اخوها خفيت هي كمان ومشيت. الله، انتوا بتشتغلوني ولا ايه يا باشا؟ لا، ده انا اجيب عليها واطيها وطربقها فوق دماغ الكل. اسمع جر انت، ايه بتعلي صوتك وانت بتتكلم معايا؟ ده انا لبسك 100 قضيه وانا قاعد في بيتنا، واخليك تقضي اللي باقي من عمرك في السجن روح امك. وانا مالي ابراهيم هبه هو وعيلته؟ ما تروح لو ليك حق عنده خده. بقول لك ايه، علاء الحرام من جيل، لو جبت سيرتي مع مخلوق لا خليك تزعل وتجيب ناس تزعل معاك. اوعى تتصل بيا يا جعر انت تاني. يا اخويا بس اهدى كده شويه، لا يجرى لك حاجه. كلهم عليا يا ولاد الكلب، ده انا زناتي. معاش ولا كان يا اخويا، معاش ولا كان يا اخويا اللي هاوب ناحيتك. اقعد يا زناتي، اقعد يا اخويا، اقعد يا زناتي يا حبيبي، اقعد واستهدى بالله كده. كله من سليم ابن الكلب، من يوم ما شفته ما شفتش يوم عدل، وحياتي مش هتتظبط غير لما اخلص منه. يا اخويا ما انت حاولت تخلص منه وما يقدر على القدره الا ربنا. لا يا صفاء، انا مش هرتاح ولا هدالي بال غير لما اخلص عليه بايدي. يا اخويا ما انت حاولت قبل كده تخلص عليه وما نفعش. انا بس اللي استخبالنا يومين في حته كده، وبعدها ليا ترتيب تاني. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مش هقدر اعمل كده يا ياسمين، مستحيل. يودا بطلع عنده واعمل اللي بقولك عليه. يلا خلصي، مفيش حل تاني. عشان خاطر ياسمين فكر، اكيد في حل تاني. حتى لو في حل مفيش وقت. يلا خلصي يا يودا. طب انت بقى ما قلتليش الكلام ده من بدري ليه؟ عشان كنت هتقولي لابوكي، وابوكي ما كانش هيرضى يعمل كده. يلا يا هدى، يلا ما تتعبنيش بقى. طب انتوا هتعملوا ايه؟ مش عارف، بس بعد اللي عطيه هيعمله مش هينفع نقعد هنا خلاص. يلا بيتي، يلا ما تعبيش قلبي بقى، يلا خلاص. لو سمحت عايزه ابلغ عن مكان مجرم هربان اسمه سليم الانصاري. ايوه عاوني، هيا برافو عليك، تطلع على هناك ومعاك قوه كبيره، ما تروحش لوحدك. المنطقه اللي هناك دي مليانه اسلحه. اسمع الكلام، اول سليم الانصاري ما يبقى تحت ايدك كلمني على طول. يلا بالسلامه، مع السلامه. تعالى صراحه، وشك حلو علينا. جات لهم اخباريه بمكان سليم الانصاري. طيب مبروك. مش هقول لك الف مبروك الا لما سليم الانصاري يبقى في مكتبي. قولي بقى كنت عاوز ايه؟ كنت عاوز استأذنك في حاجة كده. يا اخواني، اني اشهد الله واشهدكم على هذا المارق الذي تحول الى مرض خبيث ينعش في جسد بلدتنا الطاهر. وكما قال المولى عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، وان جنحوا للسلم فاجنح لها. وانا قدامكم اهو بديله فرصة أخيرة إنه يخرج بره البلد ويرحل بفسكه وفكوره، يا إما قسما بمن رفع السماء بغير عمل أخلي البلدوزر ده يساوي الأرض بالبيت اللي فيه. سمعني يا صالح، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فعليها. تكبير، الله أكبر. تكبير، الله أكبر. تكبير، الله أكبر. تكبير،
دلوقتي اتكلم معاه. ما ينفعش، رجعي بعيد. بعدين ما تلاقيش هو غايب في الطريق. استر يا رب. انت رايح فين يا شيخ صالح؟ ما ينفعش اللي هتعمله ده، انت كمان يا عم صالح. انت خايف؟ انا خايف عليكم. قضي الامر الذي فيه تستفتيان. تكبير! الله اكبر! تكبير! الله اكبر! البتاع اللي انت ماسكها في ايدك دي يا صالح، انت مش شايف فيه ايه قدامك ولا ايه؟ يعني انت مش اعمل بصيره بس، ده انت اعمل بصر كمان. ارمي يا صالح البندقيه اللي انت ماسكها في ايدك دي. هو اللي علمك ما حفظكش قوله تعالى: وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله؟ لا علمها لي يا صالح، بس الكلام ده يخص المؤمنين ما يخصش امثالك. وانت بقى اللي معاك الختم اللي بيقول ده مؤمن وده مش مؤمن يا عطيه. تعال خش جوه يا عم صالح، ملوش لازمه الكلام. اسمع يا صالح كلام الجدع اللي معاك، احنا مش فاضيين للكلام الفارغ بتاعك ده. انا عندي كلمتين هقولهم واجري على الله. اخوانا انا عشت عمري كله وسطكم، ربيت معظمكم زي ولادي بالظبط، وليكم علي حق النصيحه. يعلم ربنا اني بريء من كل التهم اللي رماني بيها عطيه وصدقتوه. وانا لو سبت بيتي عشان احمي نفسي هبقى بخون كل حاجه جميله علمتها لكم، وعشان كده انا مش همشي ولو فيها رقبتي. بقى انت يا صالح اللي بتكلمنا احنا عن التربيه والاخلاق؟ يا اخي روح ربي بنتك اللي انت سايبها عايشه في حضن اتنين اغراب. كان لازم اصلح غلطتي في تربيتك يا كلب. اثبت. ابويا محمد، اصبر. ابويا ابويا ما تعيطيش يا هدى، انا رايح للحبايب يا بنتي، انا كنت بتمناها ونولها لي. لا لا، من مات دون بيته فهو شريك. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما تسيبنيش. أشهد أن لا إله. أبويا ما تسيبنيش يا أبويا بالله. أبويا أسيبني مين يا شيخ صالح؟ أسيبني مين؟ أبويا أشهد أن لا إله. يا شيخ صالح يا شيخ صالح. هنعمل ايه يا مولانا؟ هجوم مال البلد. بلغ لاخوانه وقتالهم بلا حواده، وان الله وعدهم احدى الحسنين، الفوز او الشهاده. وانت شوف العربيه بسرعه وبلغ ابويا يسيب البيت حالا. انا هنسيبهم لوحدهم؟ هنسيبهم لوحدهم، احنا لازم نكمل مسيره في مكان اخر. يلا اتحرك بسرعه. انت مين يا جدع؟ انت وصلت لي منين؟ انا اسمي سليم الانصاري. خليك بقى فاكر الاسم ده كويس عشان هيفضل طول عمرك ابوس في حياتك. انا كنت فضيلك النهارده، كنت ندمتك على كل حاجه عملتها مع الشيخ الطيب ده. بس معلش، هقابلك في السجن قريب. استهدي بالله يا حبيبتي، ربنا يصبرك. مات مات وسابني لوحدي، سابني لوحدي في الدنيا. اهدي يا حبيبتي اهدي، انت مش لوحدك، احنا كلنا معاكي. يلا ابراهيم. يا سليم بيه كنت فين؟ اتاخرت ليه؟ كان لازم اجيب حق عم صالح قبل ما نمشي. يلا انا مش همشي واسيبه. ما ينفعش عشان خاطر يا سليم. مش هقدر. يلا مش يلا حيد الله يا انسه هدى. يلا حيد الله.